اسامه وليدي ركيمه مهدي، صح انا ما نقدرش نشجعك باش تخرج من دار ولدك. فاطمه على بالك بلي وليدك البارح سهر الليل كامل في سيبا، ناس صباح عاود ولا لتما. على بالك اليوم بدات طارت تاعي هاك راح تعودي تشوفيني صباح وعشيه. فاطمه دوك يقعد هكا يعز فينا نهار كامل، يظهر لي عانيت بزاف في حياتك. هذا هو مكتوب ربي. على بالي وعلاش بابا ماشي يحبني. نزيد نقول لك حاجه، عندي الحق واش قلت لك المره اللي فاتت. الشركه هو اللي حاكمها على اسمه، هو سيرها برك. انا ما تسيرهاش انت، اكيد داير في بالك بلي انا خايف منو يديري بلاصتي. الا قدر يديها غير يديها الله يسهل حتى انا عيد، ولا انت بيك نفتح دوك نعطيهم لك. ديك الفيلا ودوك السيارات كاع ماركه، داك المصنع الله يرحمك يا عمي عندك ما خليت. عم بالك انا اللي حكيت مع رشيد الموضوع تاع لي فران، وانا نقدر ندير حاجه كيما هادي. ما انا علاش زعفان عليا؟ حق حليبة ما ماركتيش رانيا كومبورتمون تاعها مع كنزة، ما عجبتنيش كاع. واش تحبي نقولك؟ نهار زاد سامي تبدلت كامل هذيك الطفلة. بورتون تحب دراري هي؟ ايه كانت تحبهم يا اخي عبد الله اللي رباته وكانت قايمة به. تصوري كي تشوف رشيد يهضر مع كنزة تسعف وتقلق. انا قلت بالك بالك رشيد يعاملهم يعامل كنزة وداري مليح وراو ناسي كاع رانيا. لا رشيد ما وش قعد كامل في الدار وما هو مطلي لا بكنزة لا بغيرها. كنزة ما شاء الله حسيتها بلي مهتمة بزاف مع الدراري، مهتمة في الدار، ماشي مخلتهم كاع يحسوا بفرق تاع رشيد في الدار. لا ما تكفيش فاطمة، لازم يقوم بمرته وبولاده. ما لا هكذا قولي بلي قاعد معهم في الدار ما يديرني فيلا ني طوموبيل ني مصنع ني والو. وانت يا زعما ما زعفتيش كي خلا المصنع تاعك وشرا مصنع واحد اخر؟ علاش نزعف؟ بالعكس انا عاونته وشجعته وحبيته يخدم عند روحه، وشنو اللي جات على قلبه رياض. وديري فيه كونفيونس رياض. لا الصح تبدل وتبدل بزاف. فكرتيني المرة اللي فاتت جرحته بكلام وغادني بزاف. أكيد شفينا ورياض كي كنا صغار كنا نتفهموا بزاف. ايه كنتي تعرفي صلاحك ماشي كيما احنا صغيرة. بصح كنت انتيليجونت، هذا كاع باش خالتي ربيعة ما تضرنيش. ونجحتي على هذيك خلاتك تكملي قرايتك وتزوجي مع اللي تحبيه وعز الدين. ماشي قلتي هذوك الحق؟ ما شكيتش ما نرجعش، على الاقل ما نرجعش ليه. واش راك تخزري فيا هكذا؟ مانيش حابه حكايه بابا تتعاود مع وليدي، فهمتي علاه؟ لا كونيكسيون مرفا تروح دوك تقول لي ما خلنا نجي نقراو. راح لا كونيكسيون
وقال لي مهدي ما فطرة. ايه صح وليدي ما الفطرة. قلت لهم دوني السيبار، قالوا لي بعد وزيد عندهم ريفيزيون. هي صح في الحومة ما كاش السنة دكتور جح. انا خرج السنة، انا صحابي ما قتوش ما بقى الاخر دوك يقولوا مش حاب نهضر معهم. يا خلاص كي ترجع فهمهم. علاه باش يقولوا بلي راني في بلاد متخلفة تروح لا كونيكسيون بلا سبا. يقولوا واش يحبوا سمعتني، ولازم يديروا في بالهم بلي قادر تصرا في اي بلاد. ما تعديش هكا على صحابي. وشنو؟ اي وليدي تعديش هكا مع خالتك، روح شبرا تاعك. نهضر كيما نحب ومع من حبيت. ديجا انا راح. ما عندها وين تروح، تقعد هنا انا مقصرين. تا روح لبيتك. عندي ما انا وجي معايا انا. قلت لك هاي نروح. فاطمه معليش معليش حالي ما سمحي لي، لازم نروح. صرا شوفي ده صحرا. أي ولاد هذا أروح نهضر. عادل وراي عادل يولي أطلق كوميكس. هذاك حرم علينا القعدة، غير راح تتوجد روحها رايحين. الله ما مربي هذاك الطفل هذا. لا لا مازالو صغير. وزيد تاني هاد الشونجمون بين كندا وهنا مخلطة عليه كامل. ماشي كامل هكذا، هو زاد عليها شوية بزاف، ماشي شوية. لا لا يما راهي مسافته بزاف. انا الحاجة لاي محيرتني، لو كان خالتي تتلاقى مع بابا شكون قادر فيهم يقنع الاخر؟ تربية الولادة صعيبة ومسؤولية كبيرة. صح بصح حتى ولاد زيرو قادرين يخرجوا طريق. ان شاء الله بركي تبدل، هني نعرفها فاطمة. ان شاء الله. راح يطولوا هدنا. ما معنى بالي انا ما سقسيتها ويا ما هدرتش. روح وسامة. هدرت مع باباك؟ ما يطلوش بصح هدرت مع يما. خلاص حنشوفها. ارواحي امنيني تشوفي انتي يا ماما. أسامة وعجبوا الحال وقيل عند حليمة. ايه انتي ثاني راكي تقولي راه قاعد عند خالته راه عجبوا الحال. بصح واحد فيكم ما راه يقول هذاك الطفل راه مرمي عند خالته، وواحد فيكم ما راه يحوس عليه ولا يسقسي عليه. اه رميا كيما هذيك فور. اي في زوج وخرجوا عليا من الكوزينه نقضي شغلي وحدي. هيا شغل شي واش قلنا لي زعفي خرج زعفو فينا. هذا معزم فضر كيفه. واش اللي كيبقى؟ أسامة يبقى عند خالته، ما تسقسيش عليه. أسامة ما خصو والو، ما تسقسيش عليه راه عند خالته. كيفاش ما خصو والو؟ أما لا أنا اللي خصني، حبيت وليدي يولي للدار. ودرك هادي أنت جاتك جديدة؟ مال في روح عند خالته يريح يامات، مال في ريح سمانات كاع. ماشي كيف كيف، مضاي يروح يقعد مع مهدي، بصح هاد الخطأ راه هارب من الدار. أيوا، هاكي قلتيها، راه هارب من الدار. وراكي تعطيلو في الحق، انا حبيت نوري له صلاحو السيخو نهرب من الدار وكي حاب انا نروح نجيبو
وتزيدي تعطي له في الحق. حبيت نعرف واش من مشكلة بيناتكم، علاش ما قدرتوش تفهموا؟ واش درت له باش زعف وراح من الدار؟ وانت واش دار لك باش راك ماكش راضي عليه؟ فهموني، حبيت نفهم. وليدك حبي يفرض علي عقليته، حبي يفرض التصرفات نتاعو، فهمتي؟ عوايدو ماشي كيما عوايدنا وثقافتنا. انا زعما قلت نربي ولد صالح، في الاخر تربيتي راحت فيها كم. ماشي صالح يا اخي، وليدك ناجح في قرايته وما سمعنا عليه حتى شي، وطايعنا، جات في اللبسه والموسيقى، هذا ذوقه، خليه يدبر راسه. خليها نخليه. لا زيدي قولي لي ربي شعرك كيما هو خير. لا نقول لك حاجه، انا غدوه نروح نجيبه. ما تروحيش تجيبيه، يجي وحده، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ غزري فيا ما غزر فيك. صالحة. أنا ماما. جيبي لي التليفون تاعي معك. معليش. صحتي. أنا أم خديجة. راك في الدار؟ لا راني في البيرو. مازالك حتى لهذا الوقت في البيرو؟ اي واش تحبي، عندي ملفات لازم نكملهم وندخل. انا وراسك، شوف لي حل مع احمد وليده. لا هو الصرا بيناتهم. وعلاش انت سقسيت علينا باش تعرف واش صرا؟ ما ديريش عليا خديجه، انا راني غارق بالمشاكل تاع الخدمه. اي بصح رياض قال لي. كيفاش رياض يعرف بخبارنا وانت لا؟ انا عند بالي راه ولا للدار. المهم راشد، روح شوف احمد بالك يروح يجيب وليده. ما كاش مشكل، غدوة ان شاء الله نجوز نشوف راشد. اهدر معاه برا الدار، تلاقاو كيما كنتو تتلاقاو زمان وتحكوا سريركم مع بعض. خلاص دوك ان شاء الله نعيط له ونقول يجوز ليا البيرو. افهم منه واش كاين، ولا راهو غلط فهمو، على بالي بلي يدير برايك. يا خديجه، الناس تعيط على الصغار ماشي على الكبار. ما تنساش ها، نعرفك. ما ننساش دوك نعيط. صحة راشد، تبقى على خير. ألوي صح رشيد، واش راك خويا لاباس؟ صاب الحمد لله. فاطمة، هاد المراش هنا من الصباح ما شفتوش. علاه؟ ما قالكمش بلي راح مع عبد الله السباغ؟ انا تفاصل البارح ما شفتوش. ايوا ما تقلقيش عليه. نتقلق؟ علاش نتقلق؟ عبيبه في السيبر اون بليس دو سا، سيبر جاينا في الحومه وفي كندا، تاني كان كيما هاك. فينا كندا يومي ثلاث ايام ما يدخلش للدار. بلا ما تقلقي. علاش نتقلق؟ نعيط له في التليفون ولا كش ما يسحق، وتاني كيعيط لي. تسمى عيط لك غير كي يحتاجك، الطفل مازال صغير. اكيد كلمه كيما باباه اللي حبي يغم وحبي يزيرو. قولك حاجه وليدي، وانا عبيش هاني ندير؟ قولي فاهمين، عاش ما عندكمش انترنت؟ انا جوسكا مانو مازال ماش دار ما فيهاش انترنت. كانت كاينه بصح كي كان عبد الله يلعب فيها بزاف رشيد نحاها، قال حتى كي زير روحو في قرايته يردها. انا جو بونس كو الانترنت سي تري امبورطون داتكم فيها الانترنت، ومليحه للطفل، الطفل يتقف منها يتعلم بزاف حوايج، جون بيزو سا يشوف العالم كاع قدامو. واش من عالم؟ الدراري تاع دروك يعرفوا غير اللعب في الانترنت. علاش عادل واش راه يدير فيها؟ ما على باليش،
لان تغنت لما من فيها الايجابيات فيها السلبيات، والدراري راهم في سن اللي لازم نديروا بالنا عليهم. ولكش ما صرالو راح يكون درس ليه هذا ما كان تسمى حتى كي تطفر. اه يتحمس اوليتو عبد الله. عادل ما جاش معاك؟ خليه يروح ويكمل يعيط لي. روح تقرا ولدي ان شاء الله برك ما يبقاش كيما الخطره اللي فاتت، حتى يروح راشد ويجيبه. غادي نقول راشد يرجع الانترنت هكا باش عادل ما يخرج ما نتقلقوا عليه. رانيا بصح شكي دير في الدار، قولي لي كملتي قايتك باش تخدمي؟ لا لا انا ما نخدمش، راني مليحه كيما راني، حاجه ما تخصني. على بالي ما خصتك حتى حاجه، بصح العقل التعب تاعك ما يروحش بطل باش امه تبتي وجود تاعك في هالدنيا. خليها يدبر راسها، انا قلت لها خدمي باش ما تروحش قرايتك هكا في الباطل. بصح شنو باين نديرو العام الاول والزواج قلنا معليش عيات، بصح بالك ورفت قعدت الدار. حقا ما قلت لكش مره اللي فاتت خطبها ولد عمتي شافها هبل عليها. ايه بصح ما حبتش. ما كيفاش حبيتي تخرجيني من الدار تزوجيني زيدي تنفيني حتى المستغانم؟ انا ندير هاد الشي رانيا، انا نحب نتهنى منك. واش هاد الكلام؟ على بالكي وليد عمتك كي قال ليك وتعرف بلي غادي ترفضي، بصح كان لازم عليا نبلغ الوصيه ومازال ما قلتش من بار رشيد. لا لا غير قولي لبابا تشوفي شحال راح يقبل. رانيا واش هاد الكلام؟ نقول لك حاجه، نقعد في دار بابا وما نتزوجش، انا مليحه لهنا. كنزة يعيشك ما تقلقيش روحك، ما على بالناش واش راه صار لا رانيا هاد ليامات. روحي ما نديش عليها، رانيا راكي بنت. شوف نسران تبان عندها كاش مشكل. هي على جوك تليفون لك عم بلا اوكش ما بيها، نروحو نهضرو معاها. حبيت تعكسنا؟ علاش تعكسنا يا اخي، نقراو كيف كيف. هاي هاي اكتيفي والو كي زعفانه كي حوزك البروف. البروف هذاك عندي معه ريلاسيون مليحه، اذا حبيتي نهضر معاه. يعطيك الصحه، ومن بعد انا نروح لعندو نقولو يسمح لي، قولو بلي كانوا عندي مشاكل، واذا ما حبش يفهمني معليش ماشي غير هو. عندك مشاكل نقدروا نعاونوك. تعاونوني قال خير، انا لازم نروح. ما تحضريش محاضره ثانيه. قال خير.
سلامة. 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 باين بلي عندها بروبليم كبيرة وباين بلي كتبكي. انا نروح للاكلاس. اسمح لي. اوكي هي يا اخو. اسمع لا ما سقسيتهاش. حشمت. ما قدرتش نسقسيها. باين بلي كان كشما عندها بروبليم. ايه. قاعد رانا بلي بروبليم. ولا هكذاك كنت انت تعاوني. وشو البروبليم اللي عندك؟ ما بكش بلي بروبليم تاعك صعيب. هلا. لازم تتكبر بعشرين سنة ولا بابك يصغر بعشرين سنة؟ هذه هي. والله راه عندك الحق. واحد ما ولا يفهم والو يا اخو. صباح بيان. اسمع انا راجع الكوتا مقبل على بالك عشان مانيش مدخول. عندك كاي؟ صار عليك تعرف خوك. اه على بالك. هاكي شربي هاكي. يا حكيمة يا حكيمة لازم أسامة يرجع للدار لازم. هلا مازال ما رجعش. ما قالتليش حليمة بلي مازالو عندها. ما رجعش وهو راه مخشم راسه. شوفي أنا حرت واش ندير في وسطهم. وحمد راه حالف لو كان ما يرجعش وحده للدار ما يهدرش معاه. وانا ما حبنيش نروح. خلاص ما تقلقيش روحك غدوه انا ندبر راسي معاه. لا لا حكيمه انا جيت لك اليوم قبل ما تروحي للخدمه. لازم اليوم. لازم اليوم ما نقدرش نصبر اكثر من هكذا. خلاص هي خلاص ساهل دوك قبل ما نروح للخدمه ندوز نهضر معاه غير اختي العزيزه يريح بالها. هذا ما كان هاني قلت لرشيد بالك هكذاك يحكم احمد ويتفاهم معاه ويحوس يفهم امه واش كاين وعلاش راهو يعدى في هذا الطفل هكذا. شوفي ما تجوع الذيب ما تبكي الراعي. انا ندبر راسي مع اسامه والرشيد يهضر مع احمد هكا ما يزعف عليك حتى واحد. اسمعي هدى واش راهي هذيك نهارها وحده تقول ما راهيش معايا في الدار نهار كامل وهي غارقه على روحها في البيت الا ماهيش مع قرايتها مع التليفون الا ماشي التليفون تلفزيون تقول ماهيش معايا في الدار. تقول لك خديجه قبل ما تشتكي محمد واسامه عاودي رجعي نفسك مع بنتك. عمري ما شتك تقصري معاها عمرك ولا خرجتوا درتوا كيف كيف ولا تضحكوا ولا تهدروا راكم بزاف بعد على بعضك. واش ندير لها انا بنتي واش ندير لها كانت مع قرايتها درك راهي مع خدمتها واش تحبيني ندير لها؟ سيدي تقربي منها. تقرب منها كيفاش تقربي منها؟ سقسيها. ايه سقسيها سقسيها على خدمتها سقسيها على صحاباتها سقسيها على سقسيها على روحها بالك كاين كش واحد في حياتها. يا خدعتي لو كان نفيق لها انا شويه لو كان يسمع باباها. اوه حكيمه سامحيني انا ما ربيتش بنتي هكذا. لا لا ما قلتلكش ما ربيتيهاش بصح كاين حاجات لازم تعرفيهم وتعرفيهم منها هي بالك هي محتاجه نصيحتك هكذاك تزيد تربح ثقه في روحها وتقدري تعاقبيها على حاجه دارتها. قولي لي يرحم بابك كيفاش تقدري تعاقبيها وانتي عمرك ما نصحتيها ولا هدرتي معاها. لازم تفهميها وتهضري معاها. احنا ما تربيناش هكذا يا اختي لا احنا ولا جيل اللي قبلنا. وشنو الغلطه تعاقب عليها الطفله واش ونزيد نحللها ونزيد ننصحها مليحه هذه. وقتنا وقت ووقتهم وقت ماشي كيف كيف. على احنا في وقتنا كان كاين تلفزيون كان كاين بارابول كان كاين بورتابل بصح دوكا وقتهم حاجه واحده اخرى ولازم تتعاملي مع وقتهم نورمال. قولي لي يرحم بابك تقدري زعما تنحي لها التلفزيون هو في الدار. قولي لي تقدري تمنعيها من البورتابل ولا الانترنت وهي تخرج برا تلقاهم. تقدري تقولي لها ما تهضريش مع الناس وهي تخدم وتلقاهم دائما برا. الحل قلته لك لازم تفهمي بنتك وتعرفي واش راهو يدور في حياتها. سامحيني كلامك هذا ما تخليش في راسي. كملي بهاد العقليه توصلي لنفس النتيجه اللي وصلتي لها مع اسامه واحمد. حنا كامل نعرفوا بلي اسامه عاقل ومربي لو كان قرب منه احمد كي كان صغير ما يهربلوش كي يكبر. طفل حياته كامل هو معاه بلي زانتيغدي وبلي زوردغ كل حاجه ممنوعه بلا ما يفهمو. مليح. اسمعي انت جيت نشكي لك باش تسمعيني رجعتي تلومي فيا مليحه هذه. خلاص تعرفي بلي ما نقدرش على زعف اختي العزيزه
شوفي نوعدك ان شاء الله بربي دوك نروح نهضر معاه وحشيه يولي للدار ويبوس لك في راسك ان شاء الله. حكي نعطي ان شاء الله. اسمعي راح الحال لازم نروح، خفتي تجي مرايا ويحسب بلي راني عند حالي. ماشي على بالي بلي عمرك ما خالفتي كلام راجلك، بصح دائما تصيبي لها الحل. هيا نمشي نوصلك في طريق. هيا نمشي. هذا هو لابوراتوار تاع لوزين، هنا اللي نكونتروليو لا بريمير ماتير بريمير والبرودوي فينال كي يكملها، نشوفوا لا سوليديتي ديالو شحال يدوم. وهنا هاد السيد هو اللي الاخر محمد. السلام عليكم. السلام. واش راك؟ اشرح له شويه. بون هذا ستيم لابوراتوار ديزاناليز ماتير بريمير و برودوي فينال، شاك اريفا دو ماتير بريمير و دو فير دي تيست سويفون لافيش تكنيك. خلاص ما تعمرلوش بزاف، يدبر راسو حتى يولي يخدم باش يتعلم هذا الشيء. ما تعمرلوش بزاف. عرفتوا هاد الماشينه هذه؟ كاين ثلاثة في الجزائر. كاين ثلاث حبات برك. حنا طروازين. ها؟ قلت لك أنا، قلت لك قبيل ملي تقول زايد فيها. يا خويا هاد الشيء كاع مازال ما فهمتش راحت بالجزائر، لازم لي واحد كيما أنت تجي تخدم معايا. ربي يعاونكم. هكذا. ما شاء الله يا خويا. الله يسلمك خويا ناس. عارف لها يا يا ما انا هكذا في عود انا نلومك وليت انت تلوم فيا. ما كيفاش تلومني هذا؟ انا واش كان يا الخير؟ بصرا قالوا لي داو السماء وسماء وخرج من دار راهو عند حليمة. قالوا لك ولا قالت لك؟ انا دايرك حاب تشوفني. حمدك تعرفني مالقي راني مشغول وهمي راهو في الخدمه، بصح حاجه اللي تقلق خواتاتي تقلقني. ما يهمش احكي لي واش صرا، واش دار هذا باش الحق وين خرج من الدار؟ البروبلام ما دارش، واش كنت حابو يكون ما قدرش. علاش انت واش راك حابو يكون؟ كيفاش راك حابو يكون؟ فهمني. علاش انا حابو يكون راجل؟ انا حابو يكون فحل، كي يوقف مع الناس عنده قيمه، كي يتكلم يسمعوا له. انا حاب يكون مسؤول على روحه، ما يقدر لشقاه يسلك راسه. على بالي راك حاب تكون كيما كنت حاب نتايا. صحيح حمد، انا ولادك ما نعرفوش مليح، بصح واش يحكوا عليه مربي وقاري. هذيك هي الحبابه. تقول الانسان ملي ينوض هو يحوس على الموضه. شفتو نتايا سال والو طايح من جاب حلوله الله غرديك. نقول لك لا يدخل الصال دو بان هذيك غير من نساه. ها مع المرايا، ها دجال، هادي مشطة، هادي فهمت انا واش حوايجو إذا صار فيهم دخشة والله ما يلبسهم. سي خونا الموسيقى في ودنو وراهم على بالوش وراه يصدى. دوك هذا تكل عليه أنت، هذا بلاد تكل على واحد كيما هذا. لا 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 خلينا يا حبيبي بعد، ماشي على سي بوان، ماشي في الشكليات والحطات، هذا حوايج واحد أخرين كاع خاطي. نقولك الساعة خويا رشيد،
راني حاس بلي عنده شخصيه نتاعو ضعيفه. الريح اللي جاي ده صح. نفكرك معني كنا نخدمو بوليسيه، اش العباد اللي كانوا يجيبوهم من الكوميساري كيفاش دايره؟ اش اللي جانا هذوك؟ ها السرقه، الزاغريسيون، لا دروغ، جابوا لنا حتى دي جان كانوا يضربوا والديهم. واش كنا نديرو؟ كنا ندعو يا ربي بعدهم علينا. الحمد لله وليدك دركا اخويا العزيز سمح لي راهو ليا سان اكزومبل، قاري فاهم عندك الحق سوزوا، بصح هادشي كامل ما يكفيش. اسمع، الانسان بطبيعته اناني، تحب فلوس، فهمت؟ انت يا اخويا العزيز تعتنيت شويه، كسر معاه، هضر معاه. كسر معاه؟ سمع من بالك سهل انت. صح. دوك انا نفكرك بواحد اليامات. شفتي كنت قد وليدك؟ كيفاش كنت مشط نتايا؟ ها؟ ماشي كيما طرافولتا. وصروا هذا الريترو وكنت تجي عندي حتى للدار تقول لي نمشي نروح ندور في لاري ديزني. انا ما كنتش نمشي هذيك المشط اخويا اسمح لي، كنت نمشي معاك برك. اي هذاك هذاك وقت هذاك واش عمار. صافي والله نقول لك صح ماشي كيما وقتنا يا. الوقت تاع درقا ما فهمنا فيها والو، الصروا طايح منقوشة. كل وقت وقت اخويا العز. هما لا موضة تاعهم وحنا لا موضة تاعنا، وهذاك وقت وهذا وقت. انا نقول لك صح، مش حق عليه يزعف يرفد حوايجه ويخرج من الدار. انا ما نعيطوش حتى يولي وحده. هادي عندك الحق احمد، كيما خرج يولي وحده. بصح انت تانت يا صاحبي تقلوش يا سبت يا صاحبي، وين راك راح بها؟ كسر معاه، تقرب ليه، شوف بالك راك ديكوفري انسان واحد اخر، شوف عقليته، خليك ما هذه الشكليات هادو ما تاع منقوشه ولا بصح. يعني تظن انت بلي راني غلط كي حبيت يكون راجل؟ حاشا، انا ما قلتش راك غلط، لا انت غلط لا هو غلط، المشكل انتوما ما تقصروش، فهمت؟ واحد ما على بالوش او حب الاخر. اسمح لي، انا وليدك الله غالي يعجبني بزاف، عاقل ظريف ويحشم. خلاص خلينا، المهم وقتاش بدا معايا الخدمه؟ نهار هادي وحدها هادي. انا وقتاش بدا الخدمه؟ أني نستنى فيك انت وقتاش دي لا روتريت هكذا باش نديك لا ديزني تفك ليا ما تاع زمان. ويلي راني مشغول، اسمع خليني حتى كي نكمل نعيط لك انا. اي صح صح يا حسره يا ما تاع زمان. رشيد انا بالي بلاك خدام يا خو هذاك هو. اسمع احمد تفكرت، اسمع نهار خميس لازم نتلاقاو عند حليمه. ايه كاين ناس يا اخي فامي اللي تسال حبيت بريزونتيهم لنا، ما تقوليش ما نجيش بالك. انا يا اخي ما عنديش مشكل، شوف نتايا. ها واو اش بيك مقلق حبيت تهرب يا صاحبي؟ اش ما داروا لك على هاد اللوزين هذايا؟ شحال عندي ما تلاقيناش، شحال عندنا ما فطرناش. ديجا انا يا خويا عندي بزاف مش مشي لحد دراهمك تخلصهم من الفطار. ها يا خويا صاحبي معروض فطاريتي، راح نشوفوا السيد بعد ما نخرج الفطار. صح احكي لي واش كيفاش في الحومة؟ والله خليتها اللي فيها والله ما تقدر فيها والو، ما هي هي عندك بزاف ما درتش ضرر ما بالي، انا داروا لي على اللوزين انت داروا لك على الحومة.